عاوز اقول لك ان هاجي ضيف كمان 5 دقايق. ضيف؟ ايه يا جابر ده؟ انت عارف ان انا ما بحبش المفاجآت. ولا انا. انت بالذات هتحب المفاجأة دي. ايه ده بقى، انا مش فاهمة حاجة. لولي عارفة هو مين. ايه ده؟ اوعى يكون اللي في بالي. انا جيت في ميعاد اهو، ما اتاخرتش. ايوه هو عصام، شاب ابن حلال وراجل. تعال اقعد جنبي ما تبحلكش، تعال. تعال يا حسن. ها مهره، يقعد ولا يمشي؟ طبعا يا خلص يا عصام قبل ما مهره تغير رايها. انا جاي اطلب بيت لولي، ولو عليا انا راجل كسيب وبشتغل واقدر افتح بيت. يقولك أنا موافق. وأنا موافقة. وأنت يا حسون؟ موافق. يا حييت. مدام حسن موافق يبقى تمام. مبروك عليكم. الله يبارك فيك يا كوماندو. نزل لك. فين يا جابر؟ كنت بكلم الشجر في الجنينة. دي أكتر حاجة بعشقها فيك. اللي هي إيه؟ إنك راجل أصيل. عشان بحبك يا مهرة. أنا كمان بحبك أوي يا جابر. بس أنا كنت عايزة أقول لك حاجة. قولي. حسن. ماما. ازيك يا حسن؟ فطرت؟ فطرت ايه؟ محشي وبانيه. محشي وبانيه؟ اغسل يدي وارجع لهم.